هنا بدأنا سيت اب من يوم الخميس، بدأنا شغل في الفان زون، بدأنا سيت اب في الاستوديو والسيت اب الميتال بتاع الستيج والجيت. تاني يوم بدأنا نفنش شوية في الاستوديو، والنهارده ان شاء الله هنسيت اب الليد سكرين، هنثبت الليد سكرين مكانها، هنفنش الاستوديو، نفرش الارضيه، ونركب الازاز، هنفرش السلم، نعمل اعلانات حوالين الاستوديو، بحيث ان النهارده ان شاء الله يكون الفينش الكامل للاستوديو.